هنبتدي النهاردة نشتغل الكروشيه من أول البداية. ازاي نعمل عقدة البداية؟ بنلف الخيط كده وبنيجي نسحب الفتلة من الناحية دي ونشدها، ندخل الإبرة ونظبط الخيط على قد الإبرة. أول حاجة عشان نعمل السلسلة بناخد الإبرة كده نلف عليها الخيط ونسحب، نلف عليها الخيط ونسحب، نلف تاني ونسحب. بيكون عندنا عدد من الغرز هنستمر فيها ونسحب، نلف الخيط ونسحب. ازاي نحسب عدد السلاسل؟ نبتدي من اول هنا رقم 1 2 3 4 5 6 7 8. في حالة ان احنا نشتغل قطعة مستقيمة بنبتدي نطلع بعدد من السلاسل بيوازي طول العمود اللي احنا هنعمله. في البداية هنعمل الاكس. الاكس بندخل الابرة في الحرف الفي ده وبنسحب الخيط، يبقى عندنا فتلتين على الابرة. نلف الخيط على الابرة ونسحب كده، بنكون عملنا اول اكس. بنكرر تاني، بندخل الإبرة في اللوب دي اسمها لوب، بندخل هنا نلف الخيط على الإبرة وبنسحب، وبعدين نرجع نلف تاني الخيط على الإبرة ونسحب كده. كون عندنا غرزتين إكس، ادي واحد وهنا اتنين. بنرجع نكمل تاني، ندخل الإبرة ونلف الخيط على الإبرة ونسحب، نرجع نلف الخيط ونسحب، وهنستمر لآخر السطر. نلف الخيط، ندخل الإبرة، نلف الخيط ونسحب، وبعدين نسحب الخيط مرة تانية. وبكده نكون خلصنا أول سطر من غرزة الإكس. ما نيجي نعمل السطر التاني لغرزة الإكس بنعمل واحد سلسلة بس ونلف الشغل. ندخل في الفراغ اللي هنا بالإبرة، نلف الخيط ونطلعه لفوق، وبعدين نلف الخيط مرة تانية على الإبرة وبنسحب. ده المكان اللي بندخل فيه الإبرة، نلف الخيط وبعدين نلف الخيط مرة تانية ونسحب، وبنستمر بالطريقة دي لغاية آخر السطر. كده عملنا تاني سطر. ما نيجي نحسب الغرز في تاني سطر بنعد الحرف الفي ده، دي اول غرزة، 2 3 4 5 6 7 8. كده خلصنا اول غرزة من غرز الكروشيه.